عبر الهاتف النائبة منى جاب الله. سيادة النائبة تحياتي لحضرتك. تحياتي يا فندم، وصباح الخير عليكم، وبحيي قناة الحياة على هذه المبادرة اللي بنقول انه احنا عملنا. انا هقول لحضرتك احنا عملنا المبادرة ليه؟ يعني كتير من الحوادث دي بتتكرر خلال السنين اللي فاتت، لكن الفترة دي هي كترت قوي. يعني لما يعني خلال اربع شهور في 2017 12 حالة. وبعدين المشكلة احنا عندنا كمصريين بتبقى اول ما تحصل حادثة بيبقى فيه ثورة حماس والاخر بتنتهي. ونرجع ونبص. انا عايزة اقول لك كمان ان هو مش بس البنت جانا، كمان ده في اسكندريه في اسطوره خدت 6 أطفال صغيرين وبقى في عربات القطارات المهجوره والحدائق. حاجه مريعه. انا بكلمك كأم والله، وعندي ابن صغير، يعني انا مرعوبه. يعني ايه ده؟ هي مصر للدرجه دي وصلت لكده؟ انعدام الاخلاق والضمير وصل لكده؟ طب سياده النائبه، انا عايزه اقول لحضرتك حاجه. سياده النائبه ان الاطفال دول متعلقين في رقبة 90 نائبة في مجلس النواب. النائبة منى جاب الله. طبعا الامومه لا. عندنا سيادة النائبة، النائبات والامهات يعني. الامهات والامهات والنائبات قبل النواب. انا دلوقتي بتكلم النائبة منى جاب الله هتعمل ايه يا فندم؟ انا النائبة اولا، احنا كنا بس عشان تبقي عارفة، احنا قانون الاجراءات الجنائية من 80 سنة ما اتغيرش. احنا لما بنقول الناس دي بتعمل ليه كده؟ لاني مش لاقيه رد ومش لاقيه عداله تاخد حق الاطفال الصغيرين دول منهم. يبقى احنا بنتكلم يا فندم ان الحكومه المفترض كانت تتقدم قانون من ديسمبر اللي فات بتعديل قانون الاجراءات الجنائيه. احنا بنتكلم بقى قانونا بقى، والاطفال وازاي تاخد حقهم؟ ما هو مش هينفع الراجل ده يعمل كده ونلاقي محامي مهلا بيه لربنا منعدم الضمير ايضا يطلعه من القضيه بتاعته. يعني ما هي دي مشكله. فاصبح عندنا لابد، وان الاوان بقى. يعني استشار وزير العدل قال حاضر، ومجلس القضاء الاعلى هيشوف حكايه قانون الاجراءات الجنائيه. احنا بنطالب وحضرتك دلوقتي وعلى الهواء، احنا رايحين المجلس دلوقتي هنقول للدكتور بهاء ابو شقه عنده قانون لتغيير قانون، مشروع بقانون لتغيير قانون الاجراءات الجنائيه. مهم جدا ان انا الراجل ده يعمل كده. احنا عايزين عقوبه تصل لحد الاعدام. يعني كان في حد عندنا قال خطف الاطفال. هتجمعي توقعات يا سياده النائبه؟ ايوه. فاحنا اوريدي في حد موجود من كده زهره واخد توقعاتنا على خطف الطفل اعدام. خطف الطفل. لانه احنا دلوقتي اصبح خطف الاطفال دلوقتي بيع الاعضاء البشريه دي حاجه، وخطف الاطفال لممارسه الشذوذ دي حاجه، وخطف الاطفال يا فندم. ما هو لو لقوا في رضع ولو لقوا في عداله ناجزه ما كانتش اتكررت يا فندم. هو ده يا فندم اللي انا بتكلم فيه. احنا بنتكلم بقالنا شهور من ديسمبر لغايه دلوقتي، يا حكومه يا تجيب القانون يا نحن نعطي القانون. يعني احنا انا هطلع دلوقتي الدكتور بهاء بشقة بس سياده النائبه، انا ليا بس تعليق على موضوع يعني تعديل القانون والعداله الناجزه. احنا قلنا الكلام ده ايام حادث الكنيسه والموضوع اتنسى. طب فين القانون؟ والموضوع نام يا فندم. وبعدين نرجع تاني، ادي والعيال، ادي ولادنا اهي. بس في اخره من طرف اخوانا. انا بسمع الكلام ده واعصابي بتبوظ من كم. من اول مره في مصر نسمع الكلام ده. سياده النائبه، انا بطلب، احنا بنطلع الحمله دي، انا بطلب من النائبات يا جماعه احنا عايزين مشروع قانون. ومفيش حاجه اسمها اصل الحكومه هتقدم. طب استنوا شويه على مجلس النواب. انا لا، يعني الحكومه تتقدم، احنا مش هننتظر الحكومه انها تقدم. اللي موجود مشروع دلوقتي، مشروع يعني مشروع قانون رادع عداله ناجزه. الحكومه عندها اولويات ثانيه. القانون متقدم ليه بهاء ابو شقه؟ طيب النقض على الاهم كمان يا سياده النائبه اللي ناقشوا كمان، ايه سبب زياده الظاهره دي؟ فين التوعيه؟ فين دوركم كمجلس نواب؟ فين دور الاعلام؟ يعني لابد ان احنا نعرف ايه اسباب الزياده. ما انا بحيي حضرتك ليه؟ الاعلام له دور، المجتمع المدني له دور، يعني عندنا البيت له دور. خلي بالك حبيبي وانت نازل، ما حدش يقول لك حاجه ولا حد وانخدك مش عارفه. يعني برضو كل حته لينا دور يا اخوانا. مش هنقول المجلس، لا، ده المجلس اهم دور انه يصدر قوانين رادعه لهؤلاء الناس. ده بلا شك. بس انا للاسف يا سياده النائبه، يعني كلنا مع بعض استاذتنا، كلنا مع بعض.
نقدر نحارب هذه الظاهره. فيها اول مره مصر، هي مصر ما كانتش كده يا فندم، احنا اصل الدين لا انت من 7000 سنه. طب سياده النائبه، سياده النائبه حضرتك عارفه ان انا شخصيا انا بحب حضرتك وبثق فيكي جدا. انا عايزه حضرتك دلوقتي، يعني كلام حضرتك ده التزام، التزام ما بيني وبين حضرتك، عقد ما بيني وما بين حضرتك وما بين الناس، ما بين الاطفال، العنصر الزمني بقى ده مهم جدا يا فندم. ده شيء مهم جدا صدقني، وانا دلوقتي في المجلس مش هنخلي حد لما نقول الكلام دوت، واحنا ماشيين على جميع الاعضاء القانون، كل حريص مشهد القانون انه خطف الطفل، خطف الطفل اعدام اعدام، وهينفذ وناخد بيه تصويت وفوت وينزل. اللي هيخطف طفل يتعدم بيختفوا ليه؟ والله انا اتمنى كمان اللي يشارك في الدفاع عن الـ عن الـ عن العمل الجريمه دي هو كمان يعني 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 لازم يحصل له، يعني لازم يعاقب هو كمان. مفيش حاجة اسمها إن أنا أدافع عن مجرم وأتأكد إن هو مجرم. مفيش حاجة اسمها كده يا فندم. ده اللي بيقول حضرتك انعدام الضمير في السادة المحامين اللي يعني طبعا مش بعيد في السادة المحامين دول زمايلي أنا محامية، ولكن طيب سيادة النائبة منى جاب الله كل الشكر لحضرتك، بنضم إلينا عبر الهاتف أيضا النائبة هالة أبو السعد. سيادة النائبة يعني دكتورة هالة تحياتي لحضرتك يا فندم. الو دكتوره هاله تحياتي لحضرتك. الو ايوه يا دكتوره تحياتي لحضرتك. أيوة. يا فندم سامعاني بوضوح؟ اي سامع حضرتك اتفضلي. يعني سياده النائبه يعني من المضحكات المبكيات لما 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 يعني ان احنا بننادي بضروره التعديل او العداله الناجزه وتعديل قانون العقوبات وغيرها من العقوبات يعني اللي تحتاج الردع العام، ونلاقي ان في قوانين تانية بتناقش في مجلس النواب. الاولويه لايه يا فندم؟ مش المفروض الاولويه للعداله الناجزه؟ المفروض ان احنا نحمي اطفالنا لما نلاقي كذا حاله حصلت من حالات الاغتصاب والتحرش للاطفال. فين دوركم كنائبات؟ هو طبعا اكيد احنا محتاجين في الفتره القادمه ان يبقى عندنا تغليظ لهذه العقوبات باي وضع من الاوضاع. تتخيلي ان خلال الست شهور اللي فاتت هذا العدد الكبير جدا من التجاوز مع الاطفال، خلينا نقول ان هو مش بس اغتصاب ولا ضرب ولا هتك عرض ولا كلام ده كله، لكن تجاوزات غير طبيعيه. تغليظ العقوبه لازم يتم من خلال المجلس على الفور. يمكن حادثه الاغتصاب الاخيره دي والطفله البريئه اللي لم تتجاوز السنتين لازم تكون هي المؤشر الاساسي والخطا للفتره القادمه للمجلس للتنبيه على ان احنا نغلط العقوبه. خليني اناشد حضرتك من خلال برنامجك اللي انا بعتبره من البرامج الواعيه جدا والداعمه للبرلمان، ان يبقى في الفتره القادمه ان احنا ناخد رؤيه واحده ونقوم بحمله كبيره جدا مع البرنامج ان احنا نغلط العقوبه وتكون هناك عقوبه شديده ورادعه لهذه التجاوزات مع الاطفال. القصه كمان مش محتاجه بس تغليظ عقوبه، لكن محتاجه ايضا تغيير ثقافه. تغيير ثقافه المجتمع والتوعيه يا فندم، والتوعيه الثقافه التوعيه نفسها يعني زياده طبعاً. الحوادث دي اكيد وراء اسباب غياب ضمير طبعاً. الثقافه طبعاً ده اكيد. هذه الثقافة أيضا يجب أن يتم تداخل الأزهر والأوقاف فيها. يعني إحنا بنقول طول الوقت الأزهر والأوقاف ومراكز الشباب وكذا، والكنيسة يا دكتورة هالة يعني لازم الكل يشارك، والإعلام، الكنيسة والأزهر الشريف والأوقاف والإعلام، كل ده ليه دور طبعا. والإعلام ده منبر ومنابر خطيرة جدا في الفترة القادمة. يعني وطول عمره هو يعني عامل الرقابة الرابع، أو هو مهم جدا في الفترة القادمة لتوعية الناس وتوعية الشباب في الفترة اللي جاية على هذا المؤشر. وأيضا خلينا نعمل لوبي كده ضغط على البرلمان من خلال النائبات كلهم طبعا في هذا الاتجاه، ومن خلال أيضا النواب معنا يعني شريحة كبيرة جدا من النواب
قادرين ان هم يقولوا لا احنا بس لازم يبقى في رادع، ولازم يبقى في رادع قانوني شديد، ولازم تغيير قانون الاجراءات الجنائيه وخاصه في اغتصاب والتجاوز على الاطفال. سياده النائبه، انا كنت لسه بتكلم مع النائبه منى جاب الله، معلش يعني موضوع العداله الناجزه وتعديل قانون الاجراءات الجنائيه كلنا طالبنا بيه، وكلنا كان في حماس شديد جدا ايام حادث الكنيسه البطرسيه، ودلوقتي الدنيا هاديه جدا. طيب يعني المشكله ان هو احنا يعني بنتحمس وبنعمل ثوره وبنندفع، وبعدين فتره فجاه بنبص خلاص الدنيا هديت، بننسى مع الايام بننسى. هو الموضوع مش ان احنا ننسى، الموضوع ان برضو عشان نبقى منطقيين هناك اولويات داخل مجلس النواب. انت حضرتك يمكن اللي الناس ما تعرفوش اي اولويات يا فندم. لا سياده النائبه، سياده النائبه، اي اولويات غير حمايه اطفالنا؟ لا طبعا اولى اولوياتنا هي حمايه اطفالنا. وأنا ده السلم العام يا فندم، ده السلم العام يا فندم، ده السلم العام يا فندم. مفيش طبعاً اولويه بعد الاطفال، الاطفال دول هم المستقبل، الاطفال دول هم اللي هينموا البلد. مفيش اولويه. انا 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 يعني انا طلبت من النائبات، لان انتوا كنائبات عندكم التزام، انتوا امهات قبل ما تكونوا نائبات، ودي حقيقه. وانا بوعدك ان احنا من خلالكم، من خلال هذا البرنامج، وان احنا نتولى هذا التعديل التشريعي على الفور، وان يكون من اولى اولوياتنا خلال الفتره القادمه. وعايزه اقول لحضرتك انا عاكفه بقالي يومين، وبما اني من عائله قضائيه، ان انا في قصه اعاده قانون العقوبات وخاصه في التجاوز على الاطفال. ويمكن كان احد النواب تقدم، محمد ابو حامد تقدم بموضوع اختطاف بالذات الجزاء ب 15 سنه والمؤبد للخاطفي، تغليظ عقوبه خاطفي الاطفال، ودي عقوبه كانت بتبقى للاسف ان لم يتم التجاوز فيها بنسبه او يحصل ضرر للاطفال فالناس كانت بتطلع براءه. لا احنا عايزين نقول ان خاطفي كمان الاطفال لازم يبقى في نوع من انواع العقاب، والعقاب الشديد لخاطفي الاطفال. القانون كان في الفتره الماضيه كنا بنتكلم في الاجراءات الجنائيه زي حضرتك وتعديل وتغليظ العقوبه زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، لكن خلينا نقول ان اللي حصل قريبا لهذه الطفلة احنا محتاجين يكون مؤشر ودافع لنا جميعا كهيئات، بما فيهم الاعلام، بما فيهم الاوقاف، بما فيهم الازهر، بما فيهم مجلس النواب، ان احنا نعمل ضغط شديد جدا خلال الفترة اللي جاية لمجلس النواب لاعادة تقييم هذا القانون. انا بس طالبة من حضرتك طلب يا دكتورة هالة، دكتورة هالة، انا مش عايزة خلال الفترة القادمة، لان خلال الفترة القادمة دي يعني على ما وقتها يجي، انا عايزة مدة زمنية محددة ان شاء الله. انا والتزام، التزام يا فندم، الجايه دول بتعديل تشريعي لقانون الجنايات وخاصه الجزء بتاع الاطفال. ان شاء الله انا عاكفه على ان احنا نقدر نعدل في الفتره اللي جايه في القانون، وهيبقى خلال 10 ايام اللي جايه. واوعدك ان ده هيكون اول حاجه هقدمها لكم انا في الاعلام، وان شاء الله نقدمه في خلال المجلس ويتم تعديل هذا التشريع على الفور ان شاء الله يا سيادة. لكن خلينا نقول برضو عشان ما نظلمش انفسنا ونظلم المجلس، ان احنا عندنا قوانين هامه جدا، منها قانون الاستثمار وقوانين الاقتصاديه المختلفه اللي موجوده. الاولويه يا فندم، مفيش قانون هيقدر يطبق على ارض الواقع من غير ما يكون في عداله ناجزه. اي قانون الردع العام ده لازم يكون، مفيش قانون، يعني مفيش قانون هتقدري تطبقيه الا لما يكون فعلا المخطئ اللي عمل خطا هيبقى فيه ردع عام، هيبقى فيه عداله ناجزه. ده ضمان يا فندم، العداله الناجزه دي ضمان لاي حاجه، ضمان لاي استثمار. ان شاء الله احنا هنكون مع بعض ان احنا نقدر نعمل هذا، وان احنا نقدر نقيم ده ونغلظ العقوبه، وان تكون هناك عداله ناجزه في هذا الملف بالذات ان شاء الله. يعني سياده النائبه بهذا خلال ال 10 ايام اللي جايه، وان شاء الله المداخله اللي جايه هقول لك ان هذا القانون تم تعديل البنود رقم كذا وكذا، والتعديلات اللي موجوده عند حضرتك. لا انت هتكوني معانا، لا هتكوني معانا ان شاء الله هنا ان شاء الله في الاستوديو، وبنشكر حضرتك، واحنا يعني هنفضل متابعين مع حضرتك ومع كل النائبات الموجودين في مجلس النواب، واحنا برضو هنفضل مسلطين الضوء في عين على البرلمان لحين تعديل هذا القانون وتغليظه.
لان الاصل في القانون هو تغليظ العقوبه والردع العام، لان القانون الضعيف ليس له اي مبرر. في غياب ضمير، في الثقافه، يعني الانهيار في الثقافه والاخلاق في المجتمع، لكن لازم نعرف ايه الاسباب. لابد من توعيه الازهر الشريف ووزاره الاوقاف والكنيسه والاعلام، كله يعني لازم الدوله كلها تتكاتف لمحاربه هذا الحوادث والكوارث اللي بتحصل بالفعل.